زعما شنو اللي يخلي الانسان يشرح باش انه يقرا؟ بكل بساطه حاجه كيف اللي باش نشوفوها اليوم، المركب التربوي بالبحر الازرق اللي نلقاو فيه الليسي ومكتب وكوليج. طرف هذه الطرف يعني شبينا نقرا وحنا نقرا ما فماش هذا فماش بليسي هكا فماش بيرسونيل هكا فماش ناس طب حكينا في وجوهنا هكا عملوا اسعاف ورجعونا عن سيد المندوب رجعهم يقراوا واسعاف. تخيل الجيل اللي نجموا نخرجوه اذا كان وفرنا لهم انفيرونمون نظيف كيف هذا. وبحكم انه فما برشا تلامذة يسكنوا بعاد عملوا لهم الريستورون هذايا اللي مخدوم مواصفات كبيره برشا وجانب كبير منه يخدم بالطاقه الشمسيه. هذا كله تخدم تحت برنامج تحصيل المؤسسات التربويه اللي موجود كيفه في برشا بلايص في كامل تراب الجمهوريه واللي نتمنوا هنا التعمم اكثر باش نخرجوا جيل ما خير.